الفطور تاعنا اللي هو موجود يعني اللي هو نبات الخبز هذا والحميضه واللي موجود يعني من نبات حشائش تعتبر يعني في قسم الحشائش. الاكل كله بالمعلقه، ما فيش خبز بالمره يعني، الشحيح وغالي ومش موجود وبدك معاناه عشان تجيب الاكل يعني. يعني الاشي ما كناش متوقعين ان رمضان يمر علينا بالصوره هذه، هذا يعني مش اشي ما كانش متوقعه حدا انه يمر عليه رمضان هيك في العراء قاعدين شبه دوار فيش لها سقف فيش لها اي شيء، دور مهدمه، ناس مشتته، حياه صعبه صعبه جدا جدا في كل شيء لها. مسعى من الصبح بروح نلم الخشب، بعد هيك بروح ندور ذبحنا وبدي بعدين نطبق الطبيخ على النار. ما كنتش متخيل هيك أجواء في رمضان صعبة كتير، نطبخ على النار وندبر للأولاد الفطور صعب. رمضان هذي مفيش حدا بزورنا، أهلينا في الجنوب بس دائما صايمين برمضان أو غير رمضان. نفطر خبز حماصيص أي حاجة ما عرفتش الخبز وليمون وفلفل وهي الموضوع. بتمنى يرجعوا الاهل في الجنوب وتخلص الحرب توقف الحرب ويرجعوا الناس لاهاليهم.